الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي ومتابعين حوا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الليمون المخلل. هنعمل مع بعض الليمون المخلل، صدقيني الطريقة جميلة جدا، ولو عملتيه بيها مش هتبطلي إنك أنت تعمليه، وولادك بيحبوه بيها جدا جدا، لأن أنا عندي برضو كانوا ما بياكلوش الليمون المخلل لغاية لما عملته بالطريقة بتاعتي والحشوة اللي بحشيها. والله كل مدى بيقولوا يا ماما عايزين ليمون عايزين ليمون. فانا عندي هنا من الاول طبعا كميه الليمون اللي انت عايزاها، انا مش هايدك بكم اي كميه ليمون، تبع ما انت عايزه ماشي. دوت انا جايبه 2 كيلو ونص من الليمون. بحب اجيب الليمون الاصفر يا جماعه، انا جبت الليمون الاخضر قبل كده مره وخللته وندمت ان انا جبته. اوعى تقع في الغلطه اللي انا وقعت فيها، وصدقوني مهما قعد معايا ما استواش نهائي، ولدرجة ان انا شلته من مية التخليل بعد كده، وبقيت احطه في مية وغليته تاني عشان يستوي، برضو ما استواش. فانا حرمت من وقتها ان انا اجيب ليمون اخضر خالص، عشان كده شايفين الليمون بتاعي كله اصفر ازاي ما شاء الله. الليمون دوت انا نقعاه كده بقالي حوالي 4 ايام، امبارح كده، احنا النهاردة الصبح، امبارح دوت كان رابع يوم بالنسبة لي. خلاص انا دلوقتي ده انا شلته من المية اللي كانت فيها مية النقع وغسلته كده، هو زي ما انتم شايفين. خلاص ديت الاول حاجة الليمون طبعا والكمية اللي انت عايزاها. كمان هنا معايا نص كيلو من الشطة الحامية، ديت دي انا غسلها طبعا ومنظفها كويس، غسلتها كذا مرة تحت الحنفية، معنا الملح، معنا الخل بتاعنا، معنا حوالي كيلو من الجزر. انا بشرة هنا حوالي 3 جزرات بالمبشرة بتاعت ناحية البصل كده زي ما انت شايفة. معايا هنا كمان دوت 3 أو 4 جزرات زي تبع الكميه برضو اللي انت هتعوزي تحطيها، انا بحب احطه. في ناس انت هتخليلي الليمون ساده ماشي مفيش مشاكل، بس بصراحه انا بحب ارمي في وسطيه كده اهوت، بحط معاه حبه من الجزر اللي متقطع، بياخد طعم جميل قوي من الليمون وبيبقى طعمه حلو خالص. معايا كمان هنا ديت اللي هي هريسه التخليل اللي احنا بنحطها، شطه خضراء، معانا الشطه بتاعه الهريسه بتاعتنا ديت اللي احنا عارفينها، لو مش موجوده ممكن تجيب اللي هي الشطه الثانيه الحمراء العاديه اللي زي دي برضو، بس اللي هي ايه الحمراء، لو مش موجوده عندك شطه الهريسه دي. 3 جزرات، جزرتين زي ما انت عايزه. كمان بحب احط فلفل من الالوان الاحمر. خلاص دول كده هقطعهم وهضربهم مع بعض لغايه لما نسلق الليمون بتاعنا، بس عشان ما ازعجكوش بصوت الكبه هقطعهم حتت صغيره كده وهفرمهم في فرم ناعم في الكبه بتاعتنا. والجزر طبعا هقطعه زي الجزر، تخليل الجزر العادي زي الجزر اللي متخلل تبع الحجم اللي انت عايزاه. دول كده الحاجات اللي احنا هنحطها مع المخلل في البطرمان بتاعنا. اول حاجه طبعا في التخليل بدايه كده، انا ما بحبش ان انا اسلق الليمون سلق جامد، انا بسلقه هو هي غلوه واحده بس، يقلب كده وبروح شايله وما بسيبهوش في الميه بتاعته، بشيله من الميه عشان لو فضل في الميه بتاعتك هيستوي، يزيد السوا بتاعه ويتهري خالص منك، ما تعرفيش تخلليه بعد كده ويبوظ عليكي. لكن بديله غلوه واحده خفيفه وبشيله من الميه لغايه لما بيهدى، وببدا اعمل له الخلطه واحطه في البطرمان عشان يكون هدي من السخونه بتاعته خالص. وكمان ميه التخليل بتاعتنا اللي بنزود بيها، ما بحبش ازود بالميه اللي بتتسلق فيها الليمون، ليه؟ بتبقى واخده من المراره بتاعه الليمون. فانا بغلي ميه عاديه خالص من ميه الحنفيه، وبعد كده بحط لها معيار الملح بتاعي اللي هنشوفه مع بعض، وبخليها تبرد خالص وتهدى من السخونيه خالص، وبحطها بعد كده على الليمون بتاعنا او على اي مخلل بعمله. خلاص كده دلوقتي انا حط الميه بتاعتنا على البوتاجاز، هنحط فيها الليمون بتاعنا ياخد غلوه واحده زي ما قلنا، وهنشيله، وبعد ما نشيله من الميه نسيبه يهدى ونرجع نكمل التخليل بتاعنا ونشوف هنحطه في البطرمان ازاي. يلا نحطه في الميه. الميه بتاعتنا احنا جينا على البوتاجاز كده زي ما انتم شايفين الميه بتاعتنا بتغلي، انا حاطه فيها عصره ليمونه وسايبه فيها كمان ليمونتين اهمت كده، لان الحله بتاعتي الامونيا زي ما انتم شايفين، فعشان الحلل بتاعتك ده في اي غليه تعتمديها الحكايه ديت، لو بتغلي اي حاجه فراخ اي حاجه ارمي معاها نص ليمونه زي كده، صدقيني مش هيأثر على الحلل بتاعتك. هنبدا نحط الليمون بتاعنا كده زي ما انتم شايفين ماشي، والميه اصلا كده كده بتغلي، فيا دوب مش هياخد معانا اي حاجه، هو غلوه واحده بس الليمون بتاعنا. ونرجع نشيله تاني زي ما حطيناه كده اهوت على مصفى، ونسيبه لغايه لما يهدى عشان نعرف نفتحه ونحشيه. خلاص كده اهو زي ما انتم شايفين انا خلصت الليمون بتاعنا بالشكل دوت في الحله، هسيبه يغلي كمان، ما تسيبهوش كده على طول مره واحده، حاولي انك انت لغايه لما يغلي كده تديله مثلا ايه تقليبه كده اهو
عشان تجيبيه كله مع بعضه اللي من تحت واللي من فوق عشان يبقى كله زي بعضه. هسيبه ياخد غلوة واحدة بس كده على النار، وبعد كده هطلعه في المصفى يهدى 10 دقايق بالظبط او ربع ساعة عشان اعرف اقطعه واحشيه معاكو، وهنشوف طريقة حشوه وتخليله وازاي هنحطه في البطرمان بتاعنا والمدة اللي هيقعد معانا فيها، وبعد كده نفتح عليه وايه اللي هنحطه على وشه من فوق وكل الحركات بتاعتنا وكل طرقنا عشان خاطر الليمون بتاعنا يطلع معانا احسن ليمون مخلل يخليكي ما تبطليش تعمليه. استنوني اهو، زي ما قلتكم شايفين هو كده بدأ يغلي اهو، فتروحي جايبة كده من تحت اهو، بصوا اهو بالشكل ده شايفين في ليمون بدأ يفتح معانا اهو. ليه؟ لان احنا كده نقعينه ماشي، عشان كده قلتلك ما تغليهوش كتير، هي غلوة خلاص، هي كده الغلوة دي، وانا قلبته كده هسيبه على القلبة اللي قلبته عليها وجبت اللي فوق تحت كده هو برضو تاني دقيقة واحدة خلاص كده انا هطفي عليه، وهروح جايبة المصفى وهشيله فيها زي ما حطيناه بالشكل دوت خلاص، لانه بصوا بدأ يفتحه وانا مش عاوزاه يتهري مني خلاص، انا عاوزاه يفضل على لونه بالشكل دوت وكمان ما يغيرش اللون بتاعه، يفضل بالصفار كده خلاص. انا هشيله كده من المية اهو، انا كده طفيت البوتاجاز بتاعي بالشكل دوت اهو، بطل غليان خلاص، هشيل بقى الليمون بتاعه وهسيبه يهدى ونشوف تخليله مع بعض. ورجعنا كده بعد ما سلقنا الليمون بتاعنا وجهزنا ادوات التخليل بتاعتنا كلها اللي احنا هنستخدمها، الجزر اللي احنا قلنا هنقطعه كده عشان بنحب نحطه في وسط الليمون حبه كده، وكمان هنا فرمت الشطه الهريسه بتاعتنا والخضرة اللي كانوا مع بعض والجزرتين، ودوت جزر انا بشرح بالمبشره زي ما وريتكم برضو في اول الفيديو بتاعنا، وجهزناهم، وديت الشطه اللي احنا هنحطها برضو مع الليمون على زي ما يشيل البطرمان بتاعنا. دوت الليمون زي ما قلت لكم كده ما تسلقوهوش جامد، شايفين الليمونه بتاعتنا زي ما هي كده بوحدتها اهي، ولونها ما غيرش معانا، وكمان قلبها يبقى زي ما هو ما يطلعش منك في السلق. شايفه انا قطعته بالشكل دوت اربع كده زي ما انتم شايفين، وخليت كام واحده معايا عشان اوريهم لكم اهم الشكل دوت. تجيب الليمونه من الناحيه اللي هي دي كده وتروحي قطع الحته بتاعتها دي، وبسكينه تكون سكينه مشرشره اللي هي سكينه السندوتشات، شايفه ليه؟ عشان ما تهرلكيش الليمونه وتبهدل الليمونه معاكي وتقطعي بيها بالشكل ده اهي، قطعتها لنا اربعه بالشكل ده خلاص عشان نعرف نحشي الليمونه بتاعتنا. واحده تاني اهي برضو نفس الحكايه كده ماشي اهو، وتمشي السكينه بالشكل دوت كده اهو كده، زي ما تكوني بتنشري حاجه كده بالشكل دوت، لا عشان ما تبوظ لناش الليمونه بتاعتنا وتفضل محتفظه بالقلب بتاعها جوه زي ما هو. في كام واحده تاني انا كنت سايباهم اهو، خلاص كده دي اخر واحده اهو بالشكل ده زي ما انتم شايفين، شايفين الليمونه ماسكه نفسها ازاي، ولا مهريه ولا اي حاجه، وان شاء الله هيبقى كويس وجميل وهتستوي خالص ما تقلقيش من كده خلاص. ديت بالنسبه للليمون بتاعنا. الجزر ده كمان زي ما احنا عارفين القطاعة بتاعتنا ديت اللي هي قطاعة الجزر، لو عندك ما عندكيش ما تغلبيش عادي، عندك القشرة ديت بتاعة البطاطس كيد، انا عندي اهيت في اخرها هنا قطاعة برضو زي اللي قطاعة الجزر كده، انا قطعت بيها وبقطع بيها البطاطس احيانا خلاص كده. هنيجي نحشي هنا اولا، نستبعد كده الجزر شوية لغاية لما نيجي نحشي ماشي، لغايه لما نيجي نخلل هنجيب الحشوه بتاعتنا ديت، انا بحب احط لها حوالي معلقه كده من الخل من الملح الاول غير الملح اللي بحطه في الميه، شايفه تحطيه على ايدك كده اهو خلاص، عايزه تلبسي جلافز البسي، مش عايزه خلاص مفيش مشاكل، عشان يبقى محيق كده كويس ويحيق لي قلب الليمونه خلاص. وهحط عليهم برضو حوالي معلقتين كده من الخل خلاص بالشكل دوت، وهقلبهم كويس بايدي عشان الخل والليمون ياخد فيهم كله والملح ياخد فيهم كلهم كده، ولما امسك الليمونه واحشيها يبقى قلب الليمونه واخد من كل حاجه، من الملح ومن الخل. وكمان هقول لكم على حاجه تاني بتحافظ لك على المخلل بتاعك وتخليه ما يتهريش منك كمان، دي اللي هي معلقة من السكر يا جماعة، معلقة من السكر، معلقة من السكر اهي زي ما انتم شايفين، دي بتحافظ على الليمون، اي مخلل بتعمليه ما تقلقيش دي مش هتأثر ولا تسكر ولا اي حاجة، بالعكس دي بتحافظ على الليمون والمخلل بتاعنا ايا كان جزر ليمون زيتون من ان هو يتهري منك ويفضل محتفظ كده بايه بالشخصية بتاعته كده.
بس كده اهو شايفين بقت الخلطة بتاعتنا كده كلها، الهريسة والجزر وكله مع بعضيه ما شاء الله ريحتها حتى، اي نعم طلع شطة بس ريحتها حلوة خالص والله. هنمسك بقى كده هنسمد ليه وناخد الليمون بتاعنا بالشكل دوت وهنبدأ نحشيه كأنك بتحشي فلفلاية ماشي، بتنجانية، وتحشي قلب الليمونة كلها تكلبظيها كده بالمعنى الأصح. شايفة اهي في كل ربع كده من الناحية اللي احنا فتحنا منها تدخلي الجزر فيها كده، تمسحيها بالشكل دوت اهي خلاص بالشكل دوت اهي. شوفي الليمونة بتاعتنا بيتعاملة زي التفاحة ازاي. خلاص هنعمل كمان واحدة اتنين تلاتة كده اهو، امسكي كده وتحشي. والله بعمله صدقوني بيبقى طعمه جميل، بيبقى خرافة. ولما الجزر دوت اللي في قلب الليمونة كده بيستوي معاها والخلطة ديت والهريسة بتخلي طعم الليمونية فظيع، والخلطة نفسها بتبقى جميلة. شايفين اهو، وما تطلعش على فكرة، وانا هوريهولكم هنشوفه مع بعض بعد كده، ما بيطلعش ابدا، بيفضل محتفظ كده في قلب الليمونة زي ما هو اهو بالشكل ده كده اهو. بقى بعد كده تخلي ايدك سريعة بقى كده ماشي، انا ببطأ بس شوية عشان اوريكم واوري بناتنا الصغيرين اللي لسه بيتعلموا، اللي لسه بيدخلوا المطبخ جديد، او اللي لسه متجوزين جديد وعايزين يتعلموا الحاجات ديت، فاحنا بنوري بعض وكلنا بنتعلم من بعض واحدة واحدة. خلاص اهو بالشكل دوت كده، احشي كده على طول كده كده، خلي ايدك سريعة اهو زي ما قلت لكم، انا مش راضية اسرع عشان بس ايه اعلمكم كده، نتعلم مع بعض واحدة واحدة. تحشي كده خلاص كده اهو، شايفين شايفين شكله بيبقى عامل ازاي اهو بالشكل ده. خلاص هخلص الليمون بقى بتاعنا كله، هحشيه بالشكل دوت، وبعد كده هنجيب البطرمان ونشوف هنرصه مع بعض ازاي. كده هو بعد ما خلصنا الحشو بتاع الليمون زي ما انتم شايفين بالشكل دوت ما شاء الله. بمناسبة عايزة اقول لكم ان انا اثناء الحشو افتكرت، طبعا انا ما بحبش حبة البركة عامة كتير عليه لان هي بتسوده ماشي، فانا ما كانش عندي وقتها بصراحة، فوقفت كده ورحت بعت جبت وحطيت عليه اهو، يمكن انتم شايفينها في الخلطة اللي احنا كنا بنحشي بيها، هي حاجة بسيطة باينة. انا حطيت حوالي معلقة من معالق الاكل كده حبة بركة، رشيتها على الجزر والخلطة بتاعتنا، وكملت حشو الليمون بتاعنا زي ما احنا شايفين. دلوقتي هنبدأ نرصه. البطرمان بتاعنا اهو زي ما يشيل، طبعا انا جايباه يشيل حوالي 2 كيلو برضو او 2.5 زي ما احنا هنعمل. هحط فيه طبعا، انا كبيت فيه مية مغلية بعد ما جبته، ما حطيتش ايدي جواه ورجيته كده كتير بالمية المغلية خالص، وبعد كده كفيته علشان ينشف، ما تنشفهوش باي حاجة، ده هو كده يبقى تعقيم ليه ويبقى نظيف خلاص، وكفيته وسكته من بالليل. ده دلوقتي بقى هنبدأ نسمي الله كده وهنبدأ نرص الليمون بتاعنا. اول حاجة هبدأ احط كده حبة من الخلطة بتاعتنا كده في البطرمان من تحت، زي ما انتم شايفين كده تحت الليمون، وهبدأ اخد الليمون بتاعنا. تاخدي الليمون بقى ايه، اكيد فيه الليمون، فيه ليمونه بتبقى قشرتها ناعمه وليمونه بتبقى قشرتها ايه ناشفه شويه او خشنه معاكي، تاخدي الليمونه اللي قشرتها تحس ان قشرتها شديده شويه عشان ما تحطيش المستويه زياده من تحت، عبات ما تيجي تاكلي تكون اتهرت، فخلي المستويه معاكي شويه من فوق ماشي. انا بحب اقول لكم بس معلومات تعليميه اكتر من ان انا ارصه او قدامكم وخلاص كده على طول. تحطي الليمونه اللي تكون مستويه شويه تكون من فوق، على اساس انك انت لما تبداي هتبداي بيها، غير لما تبدأي بالشديدة وتيجي لغاية ما تيجي للآخر تلاقي المستوية معاك اتهرت ومبقتش كويس. خلاص كده أرجو ان هي تكون ايه افادتكم. هنبدأ كده بسم الله، هنحط كده طبعا في البطرمان بتاعنا بسم الله، بس كده شوية انا بحاول زي ما قلت لكم ان انا انقي الليمونه اللي بلاقي ايه قشرتها جامده شويه وبحطها من تحت، لغايه لما اجي اكل الليمونه اللي من تحت خالص بلاقيها مظبوطه 100 100، بتبقى مظبوطه خالص معايا ماشي. هنبدا اهو كده، ما تزنقيش الليمون جامد، خلي حاول تخلي فيه
فراغات عشان الليمون ما يضغطش على بعضيه والحشوة تطلع منه. خلاص هنبدأ كمان نحط حبة من الجزر بتاعنا. خلاص هجيب هحط عليه حبة ملح، مش عليه كده اهو عشان بس الجزر بيبقى مسكر شوية. اي نعم احنا هنحط المية بتاعتنا مملحة، بس هنراعي برضو ان احنا حطينا حبة ملح على الجزر اهو، وحطينا كمان في الخلطة اللي احنا عملناها لو تفتكروا معلقة من الملح. هنبدأ كده نقصيه كده اهو. الشكل ده زي ما انت شايفه كده. خلاص هناخد كمان قرون الشطه، حابه برضو تحطي قرون الشطه زي ما هي كده اهو بالعون بتاعها، ماشي حابه تشيليها كده مفيش مشاكل، اللي يريحك اعمليه، انا عامله كده وكده. وكمان هتديها زي ما احنا شايفين كده اهو غزه كده بالسكينه زي ما بيقولوا، فتحه كده تفتحيها عشان خاطر ايه ما تتملح وتبقى كويسه معانا. تبداي ترصيها كده عشان برضو كمان ايه تديكي منظر جمالي كده اهوت للبرطمان بتاعك كده من بره وانت بتخليه، ويبقى شكله جميل معاكي وحلو يفتح نفسك كده وانت بتطلعيه. وتحطي بقى ايه حبايه كده، ده كده انا مقطعاه نصين كده تحطيهم في النص، ونبدا نرص الليمون بتاعنا ايه تاني. هكمل بقى بالشكل دوت رص زي ما انتوا شفتوا كده، طبقه من الليمون وحبه من الجزر وحبه من الشطه بالشكل دوت كده اهو اهو ماشي، لغايه لما اخلص البطرمان بتاعنا اهو. هكمل رصه بالشكل دوت، ليمون وحبه جزر وحبه شطه، لغايه لما اخلص البطرمان، وهوريه لكم في الاخر قبل ما نحط المحلول الملحي. هنعمل المحلول بتاعنا مع بعض برضو وهنشوف هنحطه ازاي. بعد ما خلصنا البطرمان بتاعنا زي ما انتم شايفينه ما شاء الله اهو بالشكل ده، شايفين انا عصيته بالشكل دوت اهو، بتبقى معايا هنا حبة جزر بس وحبة شطة زي كده هحطهم اقفل بيهم الوش، هما وحبة قشر ليمون. معايا هنا المية ديت اللي انا غليتها زي ما قلتلكوا سبتها تبرد، هنحط منها تبع ما ياخد ايه البطرمان بتاعنا ويتملي، وكمان هنحط باقي الخلطة اللي احنا عملناها ديت عليه برضو من فوق. هنحط عليها هنا بالظبط معلقتين، ما تنسوش ان احنا حاطين ملح في الخلطة وحبة ملح على الجزر، معلقتين من ملح بس كده بتاع معلقة اكل زي كده ماشي. وهنقلبهم وهنحط عليها كمان حوالي ربع كوباية خل كده او 3 4 معالق زي كده اهو. بس كده من الخل بتاع الاكل بتاعنا زي ما احنا عارفين الخل العادي خالص. وهندوب الملح كده خالص في المية بتاعتنا. الشكل ده كده لغاية لما الملح داب خالص معانا. خلاص اهو تعالوا بقى نعمل ايه الاول، نحط بقية الحاجات دي كده اهو في البطرمان بتاعنا عشان نقفل بيها البطرمان كده من فوق، نكمله بيه عشان ما يبقاش فيه اي نسبة هواء. خلاص خلاص كده. وكمان هنحط ده ليمون هعصره كده عليه ماشي اهو، وهترمي القشر وهتحطي الخلطة دي هننزل بيها كده، وهنخلي حبة بعد ما ننزل المية دول كده هنحطهم على الوش. خلاص هنبدا ننزل بالميه بتاعتنا كده نسمي الله. سبحان الله على قد البطرمون بالظبط اهو كده ايه تمام. خلاص
هنبدأ بقى ايه، هنحط في الاخر الحبة بتاعتنا دول اللي هي الخلطة بقى اللي احنا ايه عاملين بيها كلها، وفي قلب الليمون نفسه كده نزليها كلها بالشكل دوت. خلاص اهي نديها كده، خلاص كده اهي بالشكل ده. خلاص بعد كده بقى اهم حاجة هتقفلي بيها على وش البطرمان بتاعك ان هي ان انت تكملي بزيت. ماشي يا جماعة؟ عشان ايه؟ عشان طبعا الزيت ما بيمنع اي نسبة هواء تدخل في البطرمان. خلاص انا عندي هنا هنحط الزيت كده اهو لغاية لما نحس ان فيه طبعا اقل 1 سنتي كده على وش البطرمان. امسح بس الوش كده الاول من الزيت. بعدين هننظف البطرمان طبعا في الاخر بعد ما نخلص. بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ونحط كده بس كده اهو. شايفين طبقة الزيت اللي انا حطيتها على وش البطرمان اهي، يعني حوالي ربع كوباية. خلاص كده هنقفل بقى ايه البطرمان بتاعنا الاول. انا جبت كده كيس من اكياس التلاجة اللي عندك وتحط فيها التفريزات بتاعتك، وهتطبقيه نصين بالشكل ده. خلاص تكوني ضامنه طبعا، ضامنه ان هو نضيف ما فيهوش اي حاجه، وهتقفلي بيه كده بحيث انك انت تبقي ضامنه 100% ان هو مش هيدخل له اي هواء، علشان طبعا ما يعملش عفونه لا قدر الله ويبوظ مننا. ماشي؟ ودي انا مجرباها قبل كده كتير وعاملاها، ما مصدقوني ما بيدخلوش اي هواء نهائي لغاية لما تقفلي على الاخر بالشكل دوت اهو، ميبقاش فيه اي هواء داخل البطرمان بتاعك بالشكل ده. قفل معانا خالص اهو. خلاص كده، وهنبدأ تحاولي كده تدخليه كده بالراحة كده وانت ايه كده عشان المية تتخلل في وسط كل الليمون بتاعنا بالشكل دوت كده زي ما انتوا شايفينه. وبكده نكون خلصنا الليمون المخلل بتاعنا زي ما انتوا شايفينه بالشكل دوت. والله شكله جميل وبيطلع طعمه اجمل واجمل صدقيني بعد كده لما هتفتحي عليه. هنسيبه بالشكل دوت لغاية 15 يوم. بعد ال 15 يوم اسبوعين يعني هفتح عليه وهقول لكم لو ان هو استوى خلاص هنشوفه وهوريه لكم مع بعض. لو ما استواش هقول لكم برضو ان الليمون يا جماعه لسه ما استواش في اي فيديو كده من فيديوهاتنا ان شاء الله، وانا سبته فتحت عليه مثلا وسبته هنسيبه كمان اسبوع تاني، يعني المده اللي هيستوي فيها بالظبط وهفتح عليه وابدا اخد منه هقول لكم استوى معايا في قد ايه، عشان تمشوا على الطريقه بتاعتي بالظبط ان شاء الله وتخللوا الليمون بالشكل دوت. هيطلع معاكم احلى ليمون مخلل، مش هتحتاج انك تشتري ليمون مخلل من بره تاني بعد كده باذن الله. اتمنى ان الفيديو تخليل الليمون بتاعنا يكون عجبكم. طبعا معلش في حاجة تانية نسيت اقول لكم عليها، انك انت لازم تحطي البطرمان بتاعك. حاجة كمان يا جماعة نسيت اقول لكم عليها، انك انت لما تحطي البطرمان بتاعك على المطبخ بالشكل دوت طبعا ما تحطوش على البطرمان زي كده، لان هو هينزل منه مية او زيت كمان اللي احنا حطيناه، فطبعا تجنبا لاي بهدلة تحصل عندك هتشيل البطرمان بتاعك بالشكل دوت وتحطيه على طبق كده او طبق مدور اي طبق عندك بقى هتجيبيه. ماشي؟ وتنضفي البطرمان بتاعك كده في الاول من اي مية اهو بالشكل دوت. خلاص كده اهو كده بطرماننا نضيف 100% ما فيهوش اي حاجة. خلاص كده وخلصنا كده الفيديو بتاعنا ما شاء الله شايفين اهو. اتمنى بقى ان تجربوه، والله طعمه جميل جدا جدا، وبالحشوه كده لما تقطمي كده في الليمونه وتلاقي الحشو كده جواها الجزر وبيبقى مستوي بتبقى جميله. اتمنى انكم انتم تجربوه ان شاء الله ويعجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، وكمان متابعين مطبخ حواء ما تنسوناش في اللايك، يا ريت اللايك لو سمحتوا للفيديو، اللايك 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 يا جماعه هو اللي بيرفع الفيديو لو سمحتوا. وكمان حبايبنا اللي لسه بيتفرجوا علينا لاول مره يا ريت يعملوا اشتراك للقناه ويفعلوا الجرس عشان يوصلهم كل جديد مننا. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ومن هنا للفيديو اللي جاي هسيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.